مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. نورمالمون خلاص راكم عرفتوا شكون ضيفتنا في هذا الجزء الثاني. ضيفتنا هي واحد الفنانه جميله كامل نحبوها وكامل كي نشوفوها لازم ما كاش كامل كيفاش نضحكوا، خاصه ما كاش كامل كيفاش ما نضحكوش. نحب تحيه كبيره 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 لصاحبه هذه البسمه الجميله اللي قدامنا عتيقه. مرحبا بك. مرحبا بك عتيقه. بك ولا اخ هشام، شرفتينا ونورتينا. يسلمك وانا نشكركم على الدعوه وعلى الحضور وسورتو البيبليك الله يبارك. اللهم صل على النبي. الله الله الله، رحبوا بك. ترحيب كبير، رحبوا بك. ما ان شاء الله ما اللي يحبوك مو بصح. الله الله الله، كل باش يبيهم وش انا نديرو هنا. الله يبارك. مرحبا بك عتيقه، شرفتينا ونورتينا. خلاوك بزاف تسنى عتيقه، قالوا لي بلي خلاوك بزاف تسنى. او خويا بزاف يا خويا، زوج سوايع ولا ثلاث سوايع. لا العظيم شي حق كاع عليهم. ديجا باش جابوني تقول جيت من البلاد. ولا غير صح. اه والله انا 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 بصح قالوا لي رفدوك وفشوك وهبطوك. فشوني لا لا كثر خيرهم، حطوا لي في الدار. جاو جابوك من الدار ورفدوك وحطوك في الدار. تحاسب فيا. اسمعي نقول لك، اسمعي واللي جابك قال لي اسمع قلت ثقيله على بالك، قال لي معيت ما قدرتش نرفدها. لا لا هو اللي شكا. 39 كيلو. 39 برك ولا غير 39. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. يسلمك تعيش. صافي عتيقه راكي لاباس؟ ولا غير سؤال عليكم وانتم صافا. حنا رانا لاباس، رانا هايلين. وجدنا لك واحد الفيتير اسمه شكون انا. تحبي تروحي تشوفي روحك بمنظور ما بيناتنا؟ تحبي تشوفي؟ تفضل. على بركه الله، يلا اعطينا نشوفوا شكون انا. شكون انا؟ انا هي اكثر فنانه قتلوها على اليوتيوب. علاش؟ ما على باليش، بالك الغيره ولا الحسد. اصولي من قبيله جيرونيمو الهنديه، ولكن بعد ما جينا حواسين للجزائر بدلني جدي عيسوى بالحجه ورديه. بدلني انا 90 كيلو شحم ولحم في 2 كيلو بطاطا. مسيرتي الفنيه بديتها بالطلبه في دشره غير هاك. هادو قليل. قليل على الاقل. انت سقيره عطيناك دراهم سقيرين. ولكن بعد ما حقرني السي مخلوف ودالي حقي قررت نعتمد على روحي ودورتها ميكانيك. Moi je connais bien la mécanique monsieur. Je peux donner un coup de main. نحوش على كود بي انا. ولكن بعد ما خربت دار خالتي بيونا لقيت روحي برا. يا والله يا الناس خبزه ونجدي. وكان لازم عليا ندبر راسي كالعاده، وخلصت عليا خديمه عند بنت الحاج الاخضر اللي هبلته وخرجته من عقله. راسي تقول لي مسيو كوتي زوازو كوتي زوازو. واليوم الحمد لله راني خدامه عند روحي ودرت فيها طابله سردين في المارشي. وشنو كيعرفوني الناس باللي حنينه وعاقله ولاو يجروا مورايا بلي كاميرا كاشي. وكما على بالكم ما كاش رمضان بلا كاميرا كاشي، وما كاش كاميرا كاشي بلا عتيقه. ودوك عرفتوني شكون انا؟ عتيقه طوبال. يا مدام زويله حطي حطي باراج حطي. اه وي ايه دابا كيفاش تقول لي حطي مسيو دحمان؟ قال لي راك تسوق ولا لا؟ واش رايك؟ ان شاء الله عجبك. تخي بيان. واش خطره داروا لك فيتير كيما هذا عتيقه؟ لا لا يديروا لي كيما هذا. واش يديروا لي كيما هذا كيسور؟ ولا غير يديروا. ايه خلاص ما شاء الله. ولا غير ما شاء الله. مرحبا بك عتيقه، شرفتينا ونورتينا. عتيقه شفتي فيتير كي بدينا قال لك بداوها ديريكت بالحكايه تاع الشائعات تاع الموت ديالك، يعني كل عام راهم يقتلوك كاش 10 مرات في العام. علاش؟ عبوا يتهناوا مني، انا قاعده فوق الطابله ديالهم. شكون زعما هذا؟ واش شكون هذا؟ لا على بالي. لا لا حكموهم خلاص. حكموهم كيف جماعه كانوا ما يتقصدوا؟ لا لا واحد من وهران واحد من جيجل. وتعرفيهم انت؟ يا ما نعرفهمش. وعلاش داروا هكذاك؟ علم لله فارغين الشغل. وانت كي كنتي تسمعي هكذاك اشاعات كيما هذو كانوا تغيدك عمرك؟ يخا سي نورمال تكون قاعد في امل الله حتى تسمع روحك ميت ونتاحي. اي بوه بعدا. هذه هي اللي لحقنا ليها كما قالوا على حسن الله يرحمه. انا حي وقالوا مات، هذا هو. حتى مسكين داوها رقبه. لونتوراج تاعك كانوا يتقلقوا عليك كي يسمعوا بالاشاعات كيما هذو. يتقلقوا وي. التليفون ما يحبش. اللي فيسبوك واقيلا عندك فيسبوك عتيقه؟ عتيقه بعد 2018 ما عندهاش فيسبوك. الله 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 تعاود تقولوا ولا عتيقه عندك كيفاش نسميها؟ عتيقه طوبال. عتيقه طوبال سي نو برينو مون فغي نو مون فغون مون فغي. انستغرام دايره ثاني كونت في انستغرام ولا؟ ما ندخلش ليه بزاف الانستغرام. دير لي سيلفي وكذا. لا لا والله ما ندير، كاين مع الناس هكا مي ما نديرش، ما نعرفش ندير سيلفي وحدي. والله ما نعرف. شري برا سيلفي.
والله ما نعرف من بعد جاي نجيبوا لك كادو برا سيلفي ان شاء الله في لانيفيرسير جيبه لي اي وقتاش لانيفيرسير تاعك في اوت ان شاء الله اوت ان شاء الله شحال يولي في عمرك اي بو بدون تعليق هذا ندير روح مسمع ندير روحك ما سمعتيش لا لا اوكي خلاص معنا اوكي طيب نمشيو لحاجه واحده اخرى اعتقد كنت مريضه نعم كنت مريضه وضربتي شحال وانت غايبه علينا شحال نعم. هكذاك وانت ما كانش هكذاك 4 موا ايدمي 4 موا ايدمي رحتي لفرنسا داويتي وقبلها شحال قعدتي وانت مريضه هنا ثاني قعدتي مده هنا كنت عيانه شويه كنت عيانه داكور كي رحتي لفرنسا بعد ما سمعنا قابلها كمريضه شكون اللي تكفل بك باش رحتي لفرنسا فخامه رئيس الجمهوريه اللي نشكره وربي شافيه ان شاء الله ومسيو حمراوي حبيب شوقي اللي عزيز عليا وعينيا على واش دار لك حمراوي حبيب شوقي واش دار لي هو اللي وقف معايا هو رئيس الجمهوريه ولا حمراوي حبيب شوقي فخامه رئيس الجمهوريه ومسيو حمراوي ماديا فخامه رئيس الجمهوريه واللي كان يسقسي عليك حمراوي حبيب شوقي بيان سو الحباب لي زامي وكاع 4 شهور وصفدوك لاباس ارتحتي الحمد لله واش كان المرض اللي عندك اذا تقدري تقولي لنا اذا تحبي تقولي لنا عندي لي غلي ديسكال لي بيتي دي طاي كاع لي كيما انايا عندهم هاد لو بروبليم يدوك صافي الحمد لله غادي مع لا ريديكاسيون والحمد لله عطونا تفيقه كبيره العتيقه رجعت لنا سالمه وبصحيحتها شوفي كامل خفنا عليك كي سمعنا بمرضك عتيقه وكامل ما حبيناش عليك باسكو انت يا شغل انت يا سبيسيال انت يا شغل في كل فنان كاين واحد يشبه له صح عتيقه عندنا عتيقه وحده الله يسلمك تعيش صح شوفي عتيقه احنا على بالي انت ناس بزاف يحبوك احنا خرجنا برا قلنا للناس واش تقولوا كلمه لهذيك الجميله الشابه عتيقه تحبي تسمعي معنا واش قالوا ولا حبيتو يلا هاتي ولا نشوف ما في بابناتنا هي فنانه كوميدية محبوبه بزاف عند الجزائريين نروحوا نشوفوا راي الناس واش يقولونا على عتيقه فنانه تاع الضحك تضحك دير الدور تاعها ملاح سي اون بون اكتريس ويا سي اون كوميديان كوني في الجزائر هذيك ممثلة مليحة وضحكت أنا فبصح ما نعرفش نشوفوها بزاف لاتي هذيك يا خو إنسانة طيبة يا خو فرحت بزاف عباد وتورنات دي فيلم شابين والناس قاع يحبوها بصح ما رانيش نشوفوها بزاف دوكا في لاتي هذيك كوميدية هي امرأة عظيمة تاني وفرحتنا بزاف فنانة كوميدية فرحتنا بزاف نبغيها أنا بوغ موا نبغيها فيسبوك بزاف راني نشوف لي بوبليكاسيون بلي ماتت انا خطرة عندي واحد الشهر ملي شفتها في لاغي ديزلي انا كنت دايره في بالي بلي ماتت وهي صح مرضت وعاودت ريبرونات سمعت انا بليك مرضت ايتو بليك لي طواقي لان با بري اون شارج ايتو تاني بلادنا ما يعطوش قيمه لي زاكتور وصرالها نوما كاين اشاعات قريتهم فيسبوك قالك بلي مرضت وكاين اشاعات قالك بلي ماتت ربي شافيها يا خو واش حنقولوا حنا كيما يقولوا المرض عندك ما تمناهولوش الاشاعات هادو في الفن معروفين باسكو الفنانين دائما عندهم الغيره ما بيناتهم الاشاعات اللي خرجت على انها ماتت مي هي كانت مريضه برك ربي يطول في عمرها ان شاء الله نقولها نحبك ولا نحبها نقولها ربي يشفيها وربي يحفظها ان شاء الله بون كونتينياسيون ربي يوفقك عتيقه وعن قريب ان شاء الله تولي لنا التلفزه الجزائريه وتفرحينا ان شاء الله يا ربي ربي يخليك لينا وان شاء الله ترجعي كيما كنت واش تحسي تشوفي هكذا حب الناس لك عتيقه الحمد لله يا ربي الحمد لله واحد يقول الحمد لله وعلى احنا ثاني بلا جمهور مانيش فنانين صح فنان بلا جمهور ما هو فنان صح جمهور بلا فنان ماهوش الفنان بلا جمهور ماهوش فنان وحنا عندنا من الجمهور واحد السيد جانا من دولة الخليج الشقيقة حب يجي يسلم عليك واحد جانا من الخليج ان شاء الله خير جا قالنا حاب نجي نسلم على الضيفة تاعكم ونروح بن محلولة مرحبا به مرحبا به تستقبليه معنا بعد يجونا الضيف نحافظوهم يا خا عندك الحقيقة مالاتك مشاهدينا فاصل ونرجعوا نمشي مع طويل العمر رامز المطريطي كل هذا الضيف واحد جانا من الخليج
واحدة دا رامز المتريتي جانا من الخليج. سبحان الله يخلق الله من الشبه 40 تشبه للممثلة عتيقة طوبان. أختها. أنت أختها. أختها. ها المرحومة عتيقة طوبان كانت إنسانة وايد حلوة. المرحومة في راسك يا وليدي. شنو ليش؟ في راسك في المرحومة. إيش قلت أنا؟ هذه هي عتيقة طوبان. هذه أستاذة عتيقة طوبان مو قالوا إنها ماتت. لا لا إشاعات إشاعات. إشاعات. إيش رأيك في الموت أستاذة؟ لا يا وليدي أنا على الطبلة ديالك. لا لا هما يعني أنا مو فاهم يعني يعني شو يستفيدون لما يقولون إنك متي يا أختي. أبي أديهم. غير الله ما قولي ترى خلينا من هذا الموضوع. أنت مشي رحت خطبت عندك شحال رحت خطبت وش درت فيها؟ شنو؟ خطبت. وش درت فيها؟ النتيجة يعني. لا النتيجة ولله الحمد تعادل. يعني أنا وأمي وأبويا رافضين قابلين وهي وأمها وأبوها رافضين. بس الحمد لله يعني بعد يعني الوقت الإضافي وبعد المفاوضات قبل العرض الحمد ولا لله. ولا رفضوك؟ ها؟ ولا رفضوك؟ لا هي يعني في الأول يعني لما شافوني كذي قالوا هذا عنده فلوس. بيسوغ اللي عندهم الشاش قادهم الفلوس. لا بس عفونا بس يعني الخطوبة الجزائرية تشبه للمزاد العلني يا أختي. لما دخلت قال لي إحنا قلت له يا أبوي إيش اشترت على بنتك؟ قال لي أنا بنتي كنوز الدنيا ما تكفيها. أنا بشترت حاجة واحدة بس الهناء وسيارة وفيلا 40 مليون ثلاث خرفان وبارور. شنو هذا يا أخوي؟ بارور 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 شو بارور؟ شنو هالبارور؟ بارور يعني طقم ذهب. طقم ليش يا أخي حتزوج كليوباترا أنا؟ بعد ليش قال لي الأستاذ؟ ظنيته سكران. قال لي أنا بنتي عايزها تسكن وحدها وأنا فينا أسكن يعني في الشارع. شلون تسكن وحدها يا أخي؟ أنت ما أنا بيت سكنها مع أمك. لا أنا عايزها أسكن وياها في بيت العيلة يعني. يا أخي دقاتك العروسة ولا عجوزة في الجاز والزلامي ما يتفاهموش. شنو؟ ما تقدرش الجاز والزلامي. لا ليش ما يتفاهمون؟ لازم يعني البنت شنو تقولون تكون رزينة يا أختي. إيه هذيك عند الناس اللي يفهموا العجوزة في عطل يمات صح اللي أيوة. ما يفهموش يقولوا الراجل يسكن وحده. الله يهديهم بس ما كاش نزاد بلا يمه ناس قابل مواليهم. أكيد أكيد إيه زيد حكينا بعد كيفاش درت معها. شنو؟ لا بعدين يعني شغلة وايد غريبة يا أخي عندكم. المرأة طول حياتها وهي برا في عادي يعني الناس كلها تشوفها. بس لما وصل رامز المطريطي على عشان يشوف مرته قال لك لا احنا عاداتنا يعني الراجل لما يشوف مرته لازم تديها فلوس عشان تشوفها. شنو هذا يا أخي؟ حق تشوفها. ها حتى أنا يعني لما أخلف بنتي أوضعها إلا لشوفها. ياتي إنسان يشوفها يوضع 2000 دينار برا يعني التالي وأنا صرت يعني مليونير. أعطيني 200,000 وشوفني. لا أنا شايفك في احتفال. تستاهلين أكثر من شيء قدمت لك عرض يعني باش تفهم روحك. لا تستاهلين أكثر من 2000 دينار. لا أنا بياش 2000 دينار. لا لا الله يسلمك الله يسلمك. عشان أوه لي بعدة. أوه بعدة. ليش؟ عرض بلي خليجي يقدر يكون لباس به. شنو بعدة هذه؟ مش معناها؟ يعني ما شلتكش من أرضك. ليش جيتك على عين العورة ولا شنو؟ ها بيعرف عين العورة. على بس على وش ما عجبكش فيه؟ لا لا مسكين ناس ملاح. مسكين انا مسكين ناس ملاح ما قلت يبدا يمكن يحب. لا لا بو عليا يخلي العضلات ويجي لي انايا. ودي واش خاصها واش خاصها هاتي واش خاصها. تبتاق يا وليدي شكون يخزر فيا. لا لا ما شاء الله تبتاق باريكان انا هي. بس عفوني يعني عندكم انتوا العادة بتاع شنو يقولونه لما تروح تخطب يعني تروح تخطب شيء عادي بس النتيجة يعني تنتظرها لما ترجع للبيت كأنك يعني لعبت مباراة ذهب تنتظر مباراة الإياب. هي خطوبة ولا تشامبيونز ليج يا أستاذ؟ ها لا لا هي خطوبة بصح باش يفكروا هكذا باش يشوفوا اسكي قبلوا يفكر. ما أنا مو فاهم بس أنا اللي راح أخاطبها يا أخي. هي تشوفك من حقها. تشوفني بعدين المرأة يعني لما توضع تعطيها 2000 دينار تطلع لك مليانة مكياج. أنت تدري يا أستاذ أبو قفة إنه في بريطانيا في قانون بيبطل زواج المرأة لو كانت واضعة مكياج. لو طبقوا هالقانون في الجزائر كل زواجات الجزائر باطلة. لا لا ولا زواج بيصلح. علاش هي لازم باش تبان شوية شاب. لازم تباكيه. يا أخت ترى الغش حرام. وأنا بفلوسي عايز أشوفها بدون مكياج. أنا عايز أشوفها بدون مكياج. لكن تشوفها بلا مكياج ما تعجبكش. ولما اقوم الصبح يعني لازم استناها تقوم هي قبلي عشان تعمل مكياج بعدين انا لا لا هذه كوبات خلاص توالفها بعد الصدمه بعد تتخطى مرحله الصدمه تقبل الوضع تتمسيبه تقبل الوضع قدر الله وما شاء فعل. لا 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 بس احنا لا لا انتم توالفها خلاص
لا لا انا رفضت هالشغله، انا رفضتها عشان ابوها قال لي الزواج في 2022 هو كاس العالم يا اخي، هو كاس العالم. وانا قال لي لما تكمل دراستها، وانا اعرف المرأة غبيه، المرأة غبيه انتظر لمونديال 2026 ويا ربي. ليش 2022؟ هو مونديال قطر. ايوه المهم، بس يعني انا ابي اقول شغله للوالدين، بدي اقول رساله. يا ترى يقول لك يسروا ولا تعسروا، يسر زواج بنتك احسن من انها تموت زي الدبليسيس في يدك. ها فاهم شغله؟ والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اروح يلا اتكل على الله. روح سلم عليها. بس يعني بدا اجيها عشان تزوجها. لا اعملوا لنا موقف رومانسي ارجوكم. تفضل. انا ابي اطلب يدك للزواج. لا لا صحه رفضتني يا اختي. مع السلامه. حلوا الباب. طيب يعني نسقسيك، انت تشوفي باللي قصير القامه يستدعى لتمثيل دور لانه ممثل بارع، ولا يستدعى لتمثيل دور بسبب قصر القامه تاعو؟ لا لا ماشي بسبب قصر القامه، ماشي بسبب، باسكو كاين كوميديا قصر القامه كيلعب في الفيلم، مام لو ديالوغ، لو ديالوغ يلعب من خلينا من قصر القامه، لو ديالوغ يلعب دور كبير ديجا كي تهضر الكوميديا كي يهضر سوا طويل سوا قصير، ولا لو ديالوغ يلعب يضحك. لو ديالوغ كاين صح اللي يقدروا كيديروا لو ديالوغ باردين، وكاين كي هذو لو ديالوغ شو ساعتيق. علاش ما نشوفوش انه مثلا في فيلم عادي ما نشوفوا مثلا شخص عادي في دور عادي وهو قصير القامه؟ يعني قصير القامه تكون مجرد صفه بشريه فقط، تما ما على باليش انا انسان عادي يدخل عند الطبيب يلقى طبيب قصير القامه وبدون الاشاره حتى الموضوع قصير القامه تاعو، يدخل يداوي ويخرج جو سي با، انا يدخل حانوت يلقى قصير القامه، مواطن عادي مواطن هابط في الدروج. حنا لا حنا دائما نشوفوا قصير القامه يا عتيقه اختي، شوفوا دائما قصير القامه، وعلى قلتهم اللي راهم يبانوا في السينما. يعني تقريبا انت تقريبا الوحيده غير انا يعني، وبالك كاين واحد ولا زوج معاك اللي يعتبروا قصار قامه. نشوفوا دائما الادوار، خلينا نقولوا الدور تاع هذاك الفنان اللي يحطوه باش ما نقولكش يستهزاو به، بصح نقولك ما عادش اسكو يضحكوا معاه ولا يضحكوا به. حتى نكونوا صريحين مع روحنا، حاجه في بالك الكوميديا، كوميديا اللي ما يضحك الكوميديا، الكوميديا الدراما واعر باش تلعبها، باسكو الدراما ما تقدرش تضحك فيها الناس، بصح الكوميديا واعرة باش يضحكوا الناس، واعرة باش تضحك الناس، كاين الناس اللي يضحكوا عليه، كاين الناس واعرة. طيب سي با دوني لا كوميدي باش تضحك الناس، سي با دوني، سي تخي ديفيسيل. طيب باسكو تقدر تلعب والناس ما يضحكوش. صح 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 بكل تأكيد. طيب بصح هي دراما أصلا مديورة باش ما تضحكش، يعني دراما ماشي مديورة باش تمثل دراما. دراما ماشي تاع الضحك، الدراما صحاب الدراما ما يقدروش يروحوا للضحك. طيب اكتبالي تقلقتي شويه عتيقه، شوفي واش رايك دوك. لا لا ما تقلقش. شوفي عتيقه عندنا واحد الجروب جانا مبشر، جانا من تاغيت، جروب اسمه جناوه تاغيت، واش رايك شوفي نعرضوهم يغنيونا هكذا اغنيه شابه باش ترتاحي تروبوزي ماذا تكون؟ انا مرتاحه، انا هايله، مرتاحه وعجبك الحال، صفقوا لها كي راهو عجباتها صفقوا لها. طيب جينجل صغير ونمشي ونسمعوا فرقه جناوه تاغيت. ويا الزهرة يا لون العين وعذبتي قلبي مسكين وتمحنا بسنين ومن فراقك ما يتهنى وجايك نذكرك ما بعيد وقلبي لحمة مش حديد ويا زينة سعفي الحبيب ولا تخلي عربي ينهار I'm
عذبتي قلبي مسكين زايا نور العين عذبتي قلبي مسكين ما حلى دي السنين والغرق ما يتنساش ما حلى دي السنين والغرق ما يتنساش Yeah.
يوم صح جروب قناوة تاغي تحب شوية القناوي ولا وين حب كل بلد ندق شوية لها منها صح امبيونس كبير يعطيهم الصحة ويا نقول يا ساعدهم اللي راهم عايشين في هذوك المناطق انهم يستمتعوا بفن فعلا حاجة عظيمة فنانين هما ولا غير فنانين خدمت فيها تاغي تهيلا دواقين دواقين للفن ولا غير فنانين باسكو علاش قعدوا الاز غوستو ما عندهمش كومبيرمون كيما حنا ما عندهمش مشاكل وعايشين لابي لابي ولا بيلفي ومام كوراما ناس كوراما ما ان شاء الله كاش نهار نديوك تحويسه لتاغي ان شاء الله شابه تاعي وقتها دونكا وقتها تخمي تروحي تضربي تحويسه خدمت فيها انا شحال من خطره كي تروحي كون بعثتك عند ناس يتهلا في كامل الجماعه تاع قناوة تاغي تهلاو فيها كي تجي هاي خلاص هاي نفس الكلام مرحبا بك تعيشوا صح قولي لي عتيقة وشنو هو الدور اللي عطاوك تلعبيه وجاك صعيب لقيتي ديفيكولتي باش تلعبيه لا جامي جامي صعاب الادوار كاع نورمال كاع نقدر لهم الادوار كاع اللي عطاهم لي نقدر لهم ولا الدور اللي انت تحبيه هكذا قريب ليك وشغل لعبتيه من قلبك وتوجر شغل قريب ليك تحبيه نحبهم كاع الادوار اللي كاع تسمى الادوار اللي عطاهم لي كاع شغل بيرسوناج وي بصح كل واحد دوك شونتور عنده اغنيه يحبها بزاف الممثل عنده بيرسوناج لعبو يحبو بزاف انت اما الدور اللي فريمون الدور اللي نحبو الكثر كي نخدم فان دي ميلانج ولا غير يعجبني حبي تخدمي فان دي ميلانج لا يعجبني الدور هذاك لعبي من القلب بالقلب ورب نحب الشغل طيب شكون الرياليزاتور اللي خدمتي معاه وتحبي تخدمي معاه اللي خدمت معاهم قريب كاع ماتوا قعد غير واحد اللي مازالو حي هو وتريبش اللي مازالو حي وراشيد بالحاج الله يرحمه بو الله يرحمه مازالو حي هذا راشيد بالحاج مازالو حي عايش في طاليان راشيد بوشاغب عايش تينك واقيلا في فرنسا هذول مازالو حيين وشكون اللي المخرج اللي قبيح معاك لا عاقلين كاع والله غير عاقلين تي قبيحه معاهم لا والله والو كان بديع الله يرحمه في الخدمه اللي تي سيفير مصطفى بديع كان سيفير في الخدمه مي هكا تتعلم معاهم والممثل اللي تحبي تلعبي معاه انا وين تحطني نتحط صح لي تحسي روحك الاز مع ممثل انت تحبي تلعبي معاه بوزاو لي هاد لا كيستيون بزاف صح والله غير هشام وين تحطني نتحط ولا لاكتور اللي كنت منيه تلعبي معاه زعما لو كان يعيطوا لك دور معاه تفرحي ما لعبتيش معاه جامي لعبتي معاه وحابه تلعبي معاه بولي كنت حابه نلعب معاهم ماتوا مساكن قجره شكون هما مثلا كنت حابه مع رويشد الله يرحمه واتمنى عريوات ما تخميش زعما خدمت معاه لو كان اخا بيان سو سي مون غاف نعاود تروازيام فيلم معاه خدمت صح. معاه دو فيلم واش عندك اعمال جايه عتيقه هاد الساعة ما كاش وساعة أخرى إن شاء الله ربي يجيب. بالك كي كنت مريضة كذا مازال ما كانوش دايرينك في البال. إن شاء الله 2019 إن شاء الله. صح والدور اللي حابة تلعبي جامي لعبتي وتحبي تلعبي. زعما كاش رول انت جامي لعبتي بصح لو كان يطهرك تحسي بلي راح تلعبي فيلم انا كنت حابه فيلم كوبوي كنت حابه نديرو مي دوك علاش دوك؟ ان شاء الله ان شاء الله مازال على ديدانها ولا مازال؟ اي بو يا سيدي ها مازالك على ديدانك صح عتيقه شوف هنا الببليك من الصباح كنا ندخلوا راهم حابين يديموندو منك تغني لهم حاجه ودوك تسمعيها من عندهم واش راكم حابين تغني ولا واش راكم حابين تسمعوا؟ غني حشمتو صح عطيونا ميكروفون خاو عتيقه ما تغنيناش تعرفي تغني شويه عتيقه شويه هاي عطيونا ميكروفون كوميك هذه قول يا كوميك ايه كوميك ودوك شنو نقول لك تغنينا حاجه واحده اخرى الصبح صفيقه لصديقنا تيكنيسان سون يعطيك الصحه هاي تفضلي عتيقه هاي معك الاوركستر عندي بزاف ما غنيتش هاي التحفينه طلع الميكروفون
خفيفه خفيفه شويه. ماشي بهذاك الميكروفون بالاخر تاع ميرسي باسكو على بالك شغل ماشي موالفه نتعامل معاهم جاتني شويه ثقيله. صح نتهلا فيك شوف لعبك شوفي الاوركسترا شحال فيها. واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه اما عندك 10 في الاوركسترا. الله يبارك موالفه بواحد قلب الدنيا. يا سيدي يعطيكم الصحه كمان. صح نسقسيك ليه ما غنيتي هذه الاغنيه الرامز المتريطي اللي خرج دوك شويه. يبو عليا نطبل به هذاك. أنا واش خص الله الله زين وطول والدنيا واش ندير به يا وليدي هاني تشبتقت انا خلاص ماكش حابه تزوجي عتيقه طار الحباب ولو كان يجيك دوك عريس هكذا الله الله بو قلت لك طار الحباب خلاص خلاص طار الحباب صح لو كان زعما يجيك عريس تحبيه طويل ولا قصير لا انا نحب طويل الله 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 عندك الحق ايه والله نستعرف بك شكون يرفض الاخر والله عندك الحق وي وي عندك الحق بس انا ان شاء الله ربي يرزقك على شاتيقه اي با عليا ان شاء الله الصحه والستر ان شاء الله ربي يعطيك اللي يتمناه قلبك ان شاء الله يسلمك الصحه والستر مولفه تغني كيفاش فلوش حكايه الاغنيه هذه تاع عتيقه مولات الخانه هذه الاغنيه كنا تورني عندها في 2000 قيل 2001 ولا 2000 مش فيتش مليح 2002 واقيلا كنا تورني في حسين مسعود ومن بعد مع لي شونتور لي شونتوز كنا نخبه كبيره ومن بعد كانوا يديروا لا بالونس كي كانوا يديروا لا بالونس انا رفدت الميكرو بديت نغني يما وسيدي عابد قالوا لي عتيقه ولا غير عندك لافا قلت لهم بولي يسمع لي يهربوش من لافا ومن بعد قالت لي كنت معايا اسماء جرمون نحييها بالمناسبه كان معايا مورا زيروني قالوا لي عتيقه على ما تخميش ديري غنيه كوميك في هذا الطبع خممت درت واحد عطاني كلمه ولي باقي لا با لي بارول ديالي وكاين كل واحد ماشي غير هذه إيه؟ عندي اغنيه وحده الالبوم عندي انا البوم البوم وين راه سير دار حاله خرج صح تغني لي حاجه واحده
عجبني الحال عجبني الحال ولا غربوه عجبني ولا ماني حافظاتو انا آه دبري راسك مانيش حافظه انت غني والاوركستري بعد يتبعوك يسلكوا راسهم ما تخافيش انت برك غني وحبيبي طويلة عليا وحبيبي طويلة عليا أنا صوانيا وحبيبي طويلة عليا وحبيبي طويلة عليا وطالون ما دار فيا وما دار فيا هيا ليك أرجليا ما جبتي دي ميوزيك اللي ديجا كاينين دي شونسون اللي كاينين وعاودتي وزدت وحده ثانيك في هذا الالبوم على مولوديه والياسما ايه واش قلتي فيها هيا 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 يا رجال يا المولوديه والياسما جيران هيا معروفين من ذاك العام هيا ولاد سيدي عبد الرحمن هيا 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 يا جيران هيا مولوديه والياسما جيران هيا معروفين من ذاك العام هيا يا سيدي عبد الرحمن شكون يكتب لك الاغنيه تاع هذا شكون يكتب لك لي بارول هذه كتبها لي هاد لا بارول كتبها لي ناصر واحد داكور تاع مولود ديال ياسما جيران وتاع على الزواليه انايا تاع يانا يا نانا وكاين عطاوني دي كوبي عاونوني بهم ومن بكري كنتي تحبي تغني ولا سي انا قبل ما نكون كوميديان كنت مون غيف نغني داكور كنت نحب صح لو كان نقول لك غني لنا حاجه بصح بعيد على الالبوم تاعك حاجه نورمال شويه لي مني ما تحبي تسمعي الراي الراي زعما لي من تغني راي الراي نحب تاع بكري ودوكا شكون تاع شكون تحبي تاع زمان حب تاع دوكا كادر جابوني طيب عتيقه قبل ما نختموا عتيقه واش تحبي تقولي لنا ولي من تحبي توجهي هكذا كلمه جميله الناس اللي وقفوا معاك في المرض ديالك انا نوجه لهم تحيه كامل حبابي اللي كانوا واقفين معايا جوسيت بانونو وبلا ما ننسى مسيو حمراوي حبيب شوقي اللي كان واقف معايا هذاك عينيا هذاك بابا عمي كلش من احنا نشكروه ايضا على وقفته نبيله معك عتيقه وفخمت رئيس الجمهوريه بكل تاكيد جميع انسان يوقف معك ويوقف مع اي فنان نشكره جميع الانسان يقدر وضع صحي لفنان اللي انت ضحكتي الناس لفترات طويله ودائما كنت تزرعي البسمه على وجوههم فاكيد نتمنوا لك طوال الصحه طوال العافيه نتمنوا نشوفوك في اعمال ان شاء الله جميله كما فرحتينا دائما نشوفوك في اعمال اكبر نتمنوا نشوفوك في رمضان هذا علاش لا احنا نقولوا لكامل المنتجين كامل المخرجين نقولوا عتيقه رجعت وعتيقه برات وراي بصحتها وراي مستعده باش تتزوج لا لا قصدي باش تمثل راي مستعده باش تمثل نتمنوا نشوفوها في رمضان هذا لانه العائلات كامل تحبها يعطيك الصحه عتيقه كنت ضيفه بزاف عزيزه علينا شرفتينا ونورتينا وبارك الله فيك يعطيكم الصحه على الدعوه ربي يحفظك مشاهدينا نقول لكم فاصل ونرجعوا في الجزء الثالث والاخير العدد اليوم من ما بيناتنا يلا